زي ما شفنا في التقرير، نتائج مهمة ومبشرة لحصاد أول حقل أو حقل إرشادي لمحصول قصب السكر بالشتلات في قنا، والتجربة فعلا قدرت أنها ترشد المياه وفي نفس الوقت أنها تزود المحصول. خلينا نعرف تفاصيل عن نوع الشتلات المستخدمة، طريقة ري بالتنقيط في استخدام أو في زراعة قصب السكر، ليه أصلا موجود دلوقتي حصاد مبكر. كل التفاصيل دي هنعرفها من المهندس أيمن كمال، مدير عام إدارة المحاصيل السكرية بقنا. اهلا وسهلا بيك يا فندم، صباح الخير عليك. اهلا وسهلا يا فندم، صباح الخير على مصر كلها وعلى مزارعين مصر كلهم ان شاء الله، وخصوصا مزارعين القطر. اهلا وسهلا بيك. انا عايز اعرف احنا ليه ابتدينا مرحله الحصاد بدري؟ احنا لو استنينا كنا شويه اعتقد ممكن كانت تبقى الانتاجيه اكبر. صحيح، يعني هو سعادتك احنا عايزين نوضح بس ان هو تنفيذا للتوجيهات الرئاسيه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعالي السيد وزير الزراعه واستصلاح الاراضي ان احنا نختار مساحه ننفذ فيها الزراعه بالشتى وري بالتنقيط بالنسبه لمحصول القصب ده، علشان يعني يدينا يعني فكره ونتائج، يعني نحسس المزارع انه في تغيير او في يعني نتائج طيبه للتجربه. فاحنا بالفعل بدانا اخترنا مساحه ونفذناها اللي هي خمسة فدان. خمسة فدان، نعم، في ناحية المخادمة في مركز قنا في محافظة قنا، وبدأنا نستخدم شتلات القصب بالصنف سين 9 بالأنسجة، والفدان استخدمنا فيه حوالي 8000 شتلة. طبعا كان الاستمرار وإن احنا نتابع الحقل متابعة جيدة جدا من خلال مديرية الزراعة ومهندسي مديريه الزراعه، ان احنا بدانا يعني نعد الحقل كويس جدا ونفذنا الحقل كويس، وبدانا في الري والتسميد والعمليات الزراعيه كويس جدا. والنهارده بنبتدي موضوع الحصاد، بس انا قبل موضوع الحصاد عايز اوضح مميزات المشروع، ايه اللي استفدنا منه من المشروع لمزارعين القصب يعني. اتفضل. بس خلينا هنيجي للنقطه دي، بس خلينا بس نتكلم عن انكم ابتديتوا الحصاد وبعدها نتكلم بقى عن مميزات المشروع، بس خلينا نخلص النقطه الاولى. طيب خلص، احنا بدانا الحصاد يعني من حوالي يومين وادتنا نتائج طيبه جدا من خلال شؤون الاقتصاد زراعه وزاره الزراعه، وطبعا كانت النتائج الاوليه الفدان ده حوالي 55 طن يعني بعد التقدير، متوسط انتاجيه الفدان ده تقدير اولي. نعم. المفروض احنا نكسر المساحه دي، احنا زرعنا بدانا الزراعه في 15/6. يعني المساحه دي المفروض تتكسر في شهر 5. المساحه بتاعتنا دي في الحقل الارشادي اللي احنا بصدده المفروض تتكسر في شهر 5. لسه باقي يعني حوالي 3 شهور، فاحنا ده التقدير ده اولي، وفي تقدير نهائي ان شاء الله في شهر 5. في المواعيد الرسميه للكسر، يعني ان شاء الله النتائج هتكون مرضيه جدا، والفدان لا يقل يعني عن 60 ل 70 طن. ده عظيم جدا. باشمهندس حضرتك اتكلمت عن صنف سين 9، هل هذا الصنف بيعطي زياده في الانتاجيه ولا في نسبه السكر المستخلصه؟ لان في انواع ثانيه بيكون فيها نسبه السكر المستخلصه عاليه لكن انتاجيتها ضعيفه، زي مثلا جيزه 3 وجيزه 4. والله بخطه الاصناف يعني احنا حاليا شغالين عليها وبننشر الاصناف الجديده بجانب الصنف سين 9، لكن هي الصنف اللي احنا زرعناه ده هو مش صنف، هو سين 9 لكن استخدمنا فيه تقنيات عاليه في اعداد الشتلات. طبعا شتله سين 9 بالانسجه دي لها تقنيه معينه، وطبعا انتجنا الشتلات عن طريق شركه ديكو واستخدمنا الشتلات دي في زراعة الحصد، لكن هي الشتلات مميزة جدا وادتنا نسبة تفريع عالية جدا وادتنا انتاجية عالية جدا، بدليل ان المزارع مرتضي جدا. يعني كان المزارع متخوف في البداية، كان عنده تخوف، لكن بعد كده بدأت الامور يعني يتأكد انه في نسبة تفريع زيادة هتدي له انتاجية اعلى. اكيد.
من ضمن الأسباب اللي عملته عشانها الحصاد المبكر، أعتقد إن هي بيتم استخدام الشتلات الموجودة أو المحصول الموجود كنواه بعد نقله لمركز البحوث الزراعية اللي موجود في نجع حمادي أو في كومامبو عفوا، علشان تنتجوا الهدف أو المطلوب في الفترة الجاية اللي هو الوصول ل 15 مليون شتلة من سين 9. الفترة دي المفروض إن ده يحصل علشان نوصل بقى ايه للتشغيل الكامل لمصانع السكر الثلاثه اللي موجوده في قنا، سواء اللي موجوده بقى في نجع حمادي او في دشنه او في قوس. تمام. وحضرتك احنا يعني طبقا للتعليمات وطبقا لخطه معهد بحوث المحاصيل السكريه ومجلس المحاصيل السكريه، فان احنا نستفيد من الشتلات اللي هي سن 9 بالانسجه ونستخدمها كتقاوي ونكسرها في الميعاد ده بالتحديد في عمر 9 شهور، عشان بيبقى في مواصفات معينه لانها تبقى سريعه ونشطه، البراعم نفسها بتاعت التقاوي دي ان هي تبقى محفزه للنمو بسرعه. فهي اتكسر المحصول بالتحديد في التوقيت ده على عمر 9 شهور قبل مواعيد كسره الرسميه، علشان معهد البحوث عارف اني التوقيت ده هو المناسب لاختيار تقاوي نشتغل عليها لاعداد وانتاج شتلات قصب نستفيد بيها وننتج منها ال 15 مليون شتله، اللي هو طبعا الصفح اللي بيتعمل في كومومبو عن طريق معهد بحوث المحاصيل السكريه، واحنا بنساعد وبنساهم بشتلاتنا وبالانتاج الوفير اللي هو خاص بالحقل الارشادي بتاعنا، بنساهم في المنظومه اللي هي الصرح اللي بيتعمل في كومومبو. فدي مساهمه من محافظه قنا بتقاوي القصب اللي هو انتاج سين 9 بالانسجه، علشان نساهم في نجاح التجربه والخطه، خطه الدوله ان هي التحول من زراعه القصب بالطريقه العاديه التقليديه والى الزراعه باستخدام شتلات القصب نظرا لل طبعا للانتاج الوفير. خلينا بقى ناخد المميزات يا باشمهندس، وحضرتك بتتكلم عنه دلوقتي، ناخد المميزات واحده واحده كده، نبتدي بالانتاج. انا المميزات دلوقتي مع سعادتك يعني واحده واحده. احنا طبعا زياده التفريع بتدينا انتاجيه عاليه. الشتلات بتتميز بان هي بتدينا تفريع عاليه تتعدى ال 60 طن. تمام. للفدان. طبعا لاحظنا من خلال الحقل بتاعنا ان في ترشيد في استهلاك الميه، يعني مش هقول تقريبا هو 50%. ده عظيم برضه. ترشيد استهلاك ميه. طبعا عن الطريقه العاديه اللي هي بتستهلك طبعا 13000 متر مكعب في السنه. ثالث حاجه اللي هي ممكن يعني استخدام الاسمده الكيماويه، الاستخدام اللي هو احنا عارفين المزارع بيستهلك يعني في حدود 13 شفاره يوريا للفدان الواحد خلال فترة نموه. لغاية النهاردة احنا استخدمنا كان في الحقل ده 5 شكاير يوريا. ده انجاز برضه. يعني اكثر انا بوفر يعني هنقول تحديدا كده يعني حوالي 50%. تمام. بوفر 50% في استخدام الاسمدة الكيماوية. وده طبعا بيزود العائد لدى زراعة القصب. رابع حاجة ان احنا يعني ممكن خلو الارض من الحشائش، يعني موضوع الحشائش ده يعني يكاد يكون الحقل خالي من الحشائش بنسبه 100%. يعني انا كان عندي مزارعين وناس دخلت الحقل كان فعلا الملحوظه ان الحقل ده خالي من الحشائش بنسبه 100%. ودي طبعا عمليه مؤرقه جدا، والمزارع بيبقى يعني مشكله كبيره جدا عنده موضوع الحشائش. بالنسبه للزراعه بالشتاء قريب التنقيط خاليه من الحشائش، الحقول طبعا بتبقى يعني ممتازه جدا وليس بها اي اثر من الحشائش. يبقى وفر في استخدام الميه، وفر في استخدام الاسمده، وفر في تكلفه مكافحه الحشائش الضاره، وسهوله لاستخدام المكنه الزراعيه، بالاضافه لغزاره في الانتاج. دي نقدر نقول المميزات اللي حضرتك قلتها للزراعه بالشتلات الجديده. المهندس ايمن كمال، مدير عام اداره المحاصيل السكريه بقنا، شكرا جزيلا ليك.